هذا سائل يقول: في بلادنا يضعون على طرفي قبر الرجل حجرين ليعرف أنه قبر، ولكنهم يميزون قبر المرأة بوضع 3 أحجار، هل لهذا أصل؟ الأمر سهل في هذا، ما في أصل، ما أعرف أصل في هذا. أما وضع حجرين على طرفي القبر هذا شيء معروف، حتى لا يداس، حتى لا يمتهن، لا بأس بذلك. أما وضع الحجر في الوسط هذا ما له داعي، لا الرجل ولا المرأة. نعم.